حول الموضوع عندنا لنا عبر الهاتف مباشرة من الرياض العميد الركن أسعد الزعبي، رئيس الوفد المعارض مفوض في جنيف 3. سيد العميد، مساء الخير، أهلا بك معنا. المعارضة السورية المسلحة علقت مشاركتها في مفاوضات أستانا، ماذا جرى بالتحديد وهل ستستأنف المشاركة من جديد يوم غد في المفاوضات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير. يعني أولاً قبل ما أتحدث على تعليق مشاركتها، هناك شيء يلفت النظر. ما تقدمت به أوراق من أوراق القيادة الروسية أو الروس هي عبارة عن أوراق استعمارية تماماً، هي عبارة عن زيادة العبء على الشعب السوري عندما يتحدثون طيب، عن منطقة يعني آمنة. كنت س يعني نناقش هذه النقطة في سياق هذه المقابلة، لكن في البداية دعنا نعرف لماذا علقت المعارضة المسلحة مشاركتها وهل ستعود من جديد يوم غد؟ لأن الثوار كانوا قد أخذوا من لديهم ورقة تتعلق بمتطلبات أو ظروف وقف إطلاق النار الذي ننشده، ظروف وقف إطلاق النار الطبيعية القانونية التي يعني وفق ميثاق الأمم المتحدة، وفق ما تقتضيه الضرورات العسكرية وليس وفق ما تقتضيه القيادة الروسية. ولذلك رفض الجانب الروسي كما رفض الجانب الإيراني قبول هذه الأوراق وقبول هذه الإجراءات، وهذا يعني تماما أن هنا إذا هذا يعني أنهم ببساطة شديدة هم يكيدون إلى مغزى كبير جدا من ناحية المناطق الآمنة أو حتى طيب، الحواجز الأمنية التي تحدثنا عنها. نعم، هل ستشارك من جديد يوم غد المعارضة في أستانا؟ هناك محاولات من قبل مبعوث لافروف الخاص ديمستورا يحاول يعني حقيقة الضغط على الوفد. هناك محاولات ايضا من بعض الدول الموجوده، يعني سواء كان مراقبين، يحاول الجميع يعني ان يكون هناك تقارب ما بين وجهتي النظر، ما بين الورقه التي قدمها الثوار وما بين الاوراق الاربعه التي قدمها الروس. وبالتالي يعني انا لا اعتقد ان اذا كان الثوار حقيقه يدركون معنى ما قدمه الروس، لا اعتقد انهم يوافقون غدا على الانخراط في لجنه المفاوضات غدا، الا اذا كان هناك قبول بورقه الثوار فعليهم إذن أن يدخلوا في التفاوض. طيب، موضوع المنطقة الآمنة بالتحديد وهذه النقطة، يعني كانت لكم مطالب كبيرة وكثيرة في هذه النقطة، خاصة في إنشاء مناطق آمنة. وطيب، وتحدثتم يعني مرارا عن مدى أهميتها بالنسبة للمدنيين خاصة. يعني المحادثة الأمريكية الروسية وأيضا ربما اللقاء التركي الروسي أيضا والحديث عن هذه المناطق الآمنة، يعني هل ممكن أن نقول بأن هناك ربما بداية حل في سبيل حماية المدنيين خاصة أو بالمرتبة الأولى على الأقل؟ المفترض هكذا يكون، ولكن ما قدمه الروس هو ليس حماية المدنيين، هي عبارة عن حماية مباشرة للنظام وتقوية هذه الحماية، بل ايضا حمايه شرعيه للميليشيات الطائفيه الموجوده في سوريا. عندما كنا نتحدث عن مناطق امنه، كنا نتحدث عن مناطق حظر جوي، لا نريد طيران في هذه فوق هذه المناطق، وتحدد هذه المناطق بخطوط طول وعرض، لكن لا يمكن ان تكون المنطقه الامنه محدده بخطوط معرجه، وبالتالي يعني نحن لا نسير حسب التضاريس، نحن نسير حسب درجات التهديد ومصدر التهديد الذي يهدد النظام لهذه المناطق. اذا عندما نتحدث عن مناطق امنه لا يمكن القبول بوجود النظام ضمن هذه المناطق الامنه. على سبيل المثال اقول منطقه درعا الجنوبيه امنه، ولكن النظام له جيب يمتد من دمشق الى درعا، هذا الجيب يستطيع ان يؤثر على المناطق الامنه في جهتي درعا. نعم، اشكرك جزيلا على هذه المداخله العميد الركن اسعد الزعبي، رئيس الوفد المعارض في مفاوضات جنيف 3، كنت معنا عبر الهاتف مباشره من الرياض.